علاجي قرصة النحلة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا علاج أحبائي قرصة النحلة. أعزائي، قرصة النحلة كما نعلم قد للأسف تظهر هناك بعض الآلام مثل الحكة، الاحمرار والألم. قم بوضع عزيزي القليل من العسل على موضع اللسعة ولمدة ربع ساعة تقريبا، وأيضا تستطيع إن لم يتواجد لديك العسل وضع فص ثوم، قم بهرسه ووضعه على القرص أو قرصة النحل. وإن لم يتواجد لديك الثوم أيضا نستطيع وضع معجون أسنان أعزائي، أي معجون أسنان متوفر لديكم تستطيعون وضعه بإذن الله. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة.